عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. هكذا تواصلنا ايها الحظ الكريم في هذه اللحظات الشوط الثاني عشر في مجموعة الاشواط في هذا الصباح. شاهين على مقدمة الشوط مع المركز الاول في هذه اللحظات، وبهذا الانطلاق قدم شاهين علي بن مطر بن عميرة الشامسي مع المركز الاول، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذا التقدم عند بن شطيط ياتي بدوره في هذه الاثاره وبهذا الانطلاق المركز الثاني، ولكن اللي غير في هذه الاثاره وبهذا الانطلاق ما شاء الله. شوف التدخل من قبل اشعار السهيل بن مبارك بن محمد، ايضا بن برمان الشامسي بدا مهند رعم مهند يتقدم دوره في مهند ياتي بدوره في هذه اللحظات، تابع المركز الثالث ايضا مع صالح بن طرشون بن صالح العامري، لكن بعود مع الصداره على مقدمه الشوط مع المركز الاول علي بن مطر بن عميره الشامسي، هو من يقدم شاهين مع المركز الاول ما شاء الله. يتقدم القبوع في هذه اللحظات شاهين ولا وضاح ما شاء الله، شوف التقدم وشوف الابداع في هذه اللحظات، ولكن من برمان ياتي بدوره مع شاهين على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث التقدم والحضور مع ايضا هناك ظافر بن حمد بن مسعود الاحبابي، ولكن بعود على الصداره على مقدمة الشوط ما شاء الله. شوف الابداع وشوف التحدي مع شاهين على مقدمة الشوط مع المركز الاول ما شاء الله. علي بن مطر بن عمير الشامسي هو من يتقدم مع المركز الاول بهذا التقدم وبهذا الابداع المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف التحدي وشوف الابداع مع اللحظات الاخيره، لكن بن برمان محاولاته مستمره في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. خلاص وصلنا عبرنا الى خط النهايه بن عميره، تهانينا وناموس علي بن مطر بن عميره الشامسي، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني عند بن برمان والمركز الثالث في الطرف الاخر. يبدو ان اشعار بن فارس يتدخل مع اللحظات الاخيره وحاز على المركز الثالث، اذا صح هذا التعبير. دقيقتين 15 تهانينا وناموس علي بن مطر بن عميره الشامسي مع شاهين.